رحم الله جميع الشهداء. عبد الله كنشوف هنا كاينه واحد المبادره جميله، هو انه اختاريت واحد الخيمه وقمت بتحويلها لما يشبه مخزن ديال المواد الغذائيه والمساعدات التوصيليه. هي لا درنا واحد المخزن هنايا تنستوكيو فيه سميتو المواد الغذائيه، يعني تنعطيو لهذا سميتو اللي هنايا عندنا 35 خيمه، وفي نفس الوقت تنوزعوا على الناس ديالنا بحال البور واحد البور جوج البور ثلاثة اللي خاصو شي حاجة تيجي يديها، و تنصيفطو للأوغني والمهم جماعة ويركان كاملة. جميع الدوامير اللي تابعة ليها، كيفاش كديروا لهاد العملية ديال التوزيع؟ واش كل عائلة كتعطوها مثلا واحد الكمية معينة يوميا ولا داكشي يعني اللي خاصها فقط؟ يعني كل نهار تتخرج كفة تال جوج، يعني فيها جميع من الزيت تال الدقيق، يعني فيها مواد التنظيف، فيها التمر، فيها الحليب، فيها السكر، فيها الزيت، فيها السرديل، فيها المهم جميع داكشي اللي كيكون سميتو في الكفه. كتشوف مازال كيجيو المساعدات من بينهم الاقمشه. اي درنا الدوموند سميتو باقي الناس اللي متفقين في الرقم، كاينين كاين ترى حتى سميتو الارضيه ما مقاداش، داكشي علاش درنا الدوموند اللي ماطلا، يعني باقي عندنا الخصائص اللي ماطلا، جبنا تقريبا دابا شي 40 مطلة ولا 50 مطلة اللي جبنا، غادي نفرقوا عاوتاني على 35 قيطون، يعني راه كاين القيطون اللي تيكون فيه 12 واحد، يعني تتخصو 12 مطلة.